مرحبا بكم معنا اليوم باش نحكي لكم على ظاهرة متفشية في بلادنا واللي يعانوا منها برشا ناس واللي هي السمنة. سمير موظف في شركة يحب الماكلة برشا سيرتو ماكلة الشارع ويكره السبور وما يراقبش الصحة متاعه وعنده مدة كبيرة على الحالة هذه. سارة تخدم في نفس الشركة مع سمير سكرتيرة أما محافظة على صحتها وتلعب ديما سبور. نحس في بدني في حالة ورأسي يوجع فيا. فصلك الكل تولي توجع وهذا الكل من الماكلة برشا. وبقي مازال سي سمير ياكل وما عم بالوش. شبيك مازال تاكل؟ سي سمير رقعت تالك في صحتك وفي بدنك. ما فطرتش الصباح. أسباب اللي تكون السمنة عوامل نفسية قلت الحركة الماكلة برشا والمشروبات الغازية. أما من مضاعفات السمنة عندنا ارتفاع ضغط الدم زيادة نسبة الكوليسترول في الدم ألم في المفاصل والظهر. وعلي ما تجربش لابليكاسيون جديدة اسمها ما سانتي نجم تعاونك باش تراقب صحتك تخليك تراقب ميزانك كل شهر تعرف الوزن المثالي متاعك وتفكرك في مواعيد الطبيب متاعك تراقب عدد السعرات الحرارية اللي استهلكتها كل شهر وتقارنها بالعدد المنصوح استهلاكه وزادة نجم تعرف كل ماكلة قداش فيها من سعرة حرارية وتنجم تعرف التراجيل اللي مشيته كيف تعمل فوتينج.